السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كديري لاباس عليكم؟ بخير مزيان، كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال وصحه جيده يا رب العالمين. نهار جديد وفيديو جديد في القناه وفي المحل بطبيعه الحال. الناس اللي كيسولوا على عنوان المحل، المحل كيتواجد مدينه سلالقه يا حي البركه، سيكتور 4 زنقة سيدي عبد الله بن حسين، رقم المحل 10، محل عطور الريم، وكنديروا ارسال جميع المدن المغربيه. فيما كنتي كتوصلك لا كوموند ديالك حتى لعندك، حتى كتوصلك لا كوموند وعاد كتخلصيها، يعني الخلاص عندها السيله. وبالنسبه للناس اللي ديجا عندي في الواتساب، راني بدلت الرقم ديال الهاتف، دخلوا عندكم هذا الرقم هذا، حيت الرقم الاخر ملي جينا نشوفوا لقيت راسي ما دايراها اصلا، دايراها بلا كونترا، يعني يقدر غدا ولا بعدا يتهرس لي التليفون، مشى الواتساب مشى كلشي. داكشي علاش خديت هذا الرقم هذا، راه درتو بالكونترا. اللي بغى دخل هذا الرقم هذا صافي. يلا نبداو على بركه الله. توقيت العام كنخدموا من 11 الصباح حتى 10 ديال الليل، من غير ما نزوج لا 4 ونص كنكونوا سادين. تنخدموا طيله الاسبوع من غير نهار الجمعه وين ما كنخدموش فيه، ونهار الجمعه ان شاء الله اللي غيكون قبل العيد راه كنفتحوا فيه ديما ايام العواشر، راه كنفتحوا طيل يعني النهار كامل. نبداو على بركه الله باول عطر، شغني نقول لكم نبداو بهذه اللي هي براون اوركيد ديب ديال اليان. حتى هي راه متوفره في المحل 130 درهم، عفوا كانت ديجا 150 درهم، حاليا تخفيض 130 درهم من شركه ديال فراغرانس وورد. والامبالاج ديالها من الداخل كتجي على هذا الشكل هذا. البنات اللي كانوا كيوصيو عليها هي راه داخله وما داخلاش فيها كونتيتي كثيره، داخله فيها كونتيتي قليله كيف ما كتشوفوا العلامه ديال الشركه. راه متوفره 130 درهم اللي بغاتها. وكيف ما نعاود نذكركم اللي ديجا الواتساب اللي عنده القديم يحيدو ويدخل هذا الرقم هذا، راه خليته لكم هنايا في الجنب. وعندنا هنايا هذا العطر هذا الغزال اللي هو لادي، وهادو ديجا كل حاجه لونسيت لكم ديجا شحال البديله ديالتها. زيدي زيدي وعليكم. ونكملوا يا البنات الفيديو، راه كيدخل شي حد ضروري خاصني نقطع حتى نكمل معاه، عاد نكمل معاكم. المهم بعدا مرحبا بالناس اللي كيجيو عندي المحل، مرحبا ومياس الف مرحبا. ندوزو بعدا كاين هادو، ها هما عندكم كا الدراري اللي كانوا كيوصيو عليها ديال الشركه ديال فراغرانس وورد. هادو العطور اللي حطيت لكم في هاد الفيديو كلهم ديال فراغرانس وورد، الثمن ديال كا 210 درهم وباقا فيها كونتيتي محدوده. ها نتوما راه ما كاينش فيها كونتيتي كثيره، حيت تباع اللي تباع منها اليوم في الصباح اللي بغاها. حاليا راه متوفره 210 درهم. وكاينه عندنا هنايا كو حتى هي راه متوفره للنساء، ديب ديال بوتيت غوب نواغ من شركه ديال فراغرانس وورد، العلامه المائيه. طبيعه الحال نتوما راه كتاخذوا السلعه كلها مسدوده باش تكونوا عارفين. ها هي كو من شركه ديال فراغرانس وورد، من غير كاينين بعض لي زارتيك اللي كيقدروا يعني تحيدوا ولا شي حاجه، كيطلبوا مني الناس ماليهم بانني نفتحهم نأونبالي ليهم داكشي على حقوق راكم مزيان باش حتى شي حاجه ما تتقاس. الحمد لله ما عمر شي حاجه تقاست. ندوزو ل روز اسغوس، هي متوفره حتى هي. اللي كيعشقوا الريحه ديال الورد ننصحكم بهذه من شركه ديال فراغرانس وورد، العلامه المائيه، وكتمشي نساء ورجال، هذه كتمشي نساء ورجال. والثمن ديالها 150 درهم. البنات اللي كيحماقوا على الريحه ديال الورد ننصحكم بهذه، وتي اللي كيبغوا العطور اللي كيكونوا فواحين وشويه مجهدين ننصحكم بهذه غادي تعجبكم. نكملوا البنات، هادو كيمشيو للجنسين رجال ونساء. هادو شي حاجه خطيره، وكانوا 270 درهم، حاليا 230 درهم، وداخله فيهم كونتيتي قليله بزاف. والله الا داخلين قليلين وبغيت نسولديهم، يعني بغيت نحيدهم حيت داخله سلعه كثيره وداخله سلعه تاع غزال. عاوتاني ان شاء الله نشارك معكم كل شيء من بعد. هادو حاليا 230 وفيهم كميه محدوده، يعني اللي بغى يكوموندي منهم مرحبا و 100 الف مرحبا، حاليا راه متوفرين. انا غنذكر لكم شنو اللي كاين فيهم، نوريكم بعدا شكالات. هادي فو وهادي سول، كتجي على هاد الشكل، كلهم ديال فراغرانس وورد باش تكونوا عارفين. وهادي او كيف ما كتشوفوا، هادي الزرقاء باش نزيد نبسطها لكم مزيان، وهادي الخضراء بغيز، هادي الخضراء، هادي ماشي الخضراء نورمالمون، هادي زيتيه، وهادي الزرقاء، وها هي الخضراء اللي هي سول، والحمراء اللي هي او. الثمن ديالهم حاليا في التخفيض 230 درهم، كيف ما قلت لكم هادو كانوا 270 درهم، نحيدوهم دابا. بالنسبه للميل فيهم 80 ميل، والريحه والثبات راه ما نعاود لكمش، هادو راه غتقدروا تدوروا في السوق وتشوفوا بشحال محطوطين، راه بالعكس انا عندي اثمنه جد مناسبه في العطور. ندوزو من العطر ديال فراغرانس وورد اللي هو النوبل جورج، حتى هو راه متوفر في المحل من فراغرانس وورد،
والثمن ديالو 150 درهم. العلامه الشركه، العلامه المائيه اللي بغى يشمهم راه فيهم لي تيستور، فيهم كلهم فيهم لي تيستور. ها نتوما حتى هذه راه كاينه كونتيتي محدوده 150 درهم. راه ما كنبغيش نكبر كاشي في الاثمنه، راكم عارفين في الاثمنه راه الاثمنه غدا كتزاد، وانا كنحاول نحسب لكم الثمن جد مناسب للجميع 150 درهم. ندوزو عطر اللي هو النساء، عطر الغزال. هذا اختي ملي غادي ديري غادي يحيد عليك العين. فريندلي وورد حتى هي راه متوفره في المحل من شركه ديال فراغرانس وورد. العلامه المائيه عطر، شوفوا عطر صيفي، عطر ديال هاد الوقيته هادي ديريه وفضل. عطر غزال غير من لومبالاج ديالو غتعرفي بانه عطر صيفي وزوين، انا براسي كيعجبني، والثمن ديالو 150 درهم. منعش، شوفوا عطر خطير، اللي ما مجربش هذا راكم عارفين انا ما كنشكر شي حاجه، عارفين اللي كيدايره فيها. عندكم هذا وعندكم هذا 150 درهم، هادو 150 درهم ولكن خطير، كتاخذيهم ما كيرجعوش نهائيا بالندام. عندنا هنايا لايدي حتى هي متوفره من شركه ديال فراغرونس وورد، العلامه المائيه بالنسبه للميل 100 ميل. خطيره البنات هذا اللي كيحماق على العطور اللي كيكونوا فخيش وديال الصيف، ننصحكم بهذا. ندوزو لهنايا لهذا العطر، هذا الغزال هذا، والثمن ديالو حتى هو 150 درهم، وداخله فيه كونتيتي قليله من شركه ديال فراغرونس وورد. اللي بغات لي نوط بالتدقيق كيف ما قلت لكم، حاليا الكتابه راه كتبان لكم قاده ديال اي عطر شاركت معكم. غتدخلوا لجوجل غتكتبوا اسم العطر يعطيكم لي نوط بالتدقيق، وغادي تعرفوا كل عطر والبديل ديالو. بغيتوا شي سيت اللي تعرفوا كل عطر والبديل ديالو، غتدخلوا لانستغرام غتكتبوا سيت او فراغرونس وورد، غادي يطلع لك الباج ديالهم، كل عطر حاطينه بالبديل ديالو باش يعني باش نزيد نوضح لكم مزيان. كاين هنايا شانيل اوفريش، شانيل دوب ديال شانيل شانس اوفريش، حتى هي راه متوفره في المحل من شركه ديال فراغرونس وورد. العلامه المائيه هذه راه التيستور ديالها، والثمن ديالها 150 درهم، وهذه داخله فيها بكيه وحده فقط، فيها 6 ديال الحبات، هذه فيها 6 ديال الحبات، الثمن ديالها 150 درهم. عطر صيفي 100%، ما كاينش تخرجيش ما كاينش. اللي باقي معنا في الفيديو حتى لحد الان يدير لايك، ما تنساوناش باللايكات، اللايكات البنات راه ما تتخلصوش عليهم، اللايكات كيعجبني الحال، وكنزيد نشجع وكنزيد نحط لكم لي فيديو وكنشارك معكم شنو كاين مع ذكر الثمن بطبيعه الحال. كاينه هنايا روسي ديكسيون سيكريت عود، دوب ديال فيكتوريا سيكريت ديال العود من شركه ديال فراغرونس وورد. العلامه المائيه ما فيهاش بتاتا، ريحه ديال العود اللي مجهده كتحسوا بداك العود خفيف، وعيد عود اللي نقي وديال الصيف. الثمن ديالها 130 درهم، راه دايرين لكم فيها ثمن جد مناسب. عندنا هنايا سبيكتر، ها هي داخله، وداخله فيها كونتيتي قليله 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 يا البنات، من شركه ديال فراغرونس وورد. الثمن ديالها 300 درهم، هذه كتشي رجال، كتشي رجال بالنسبه للريحه. الناس اللي كيحماقوا على الريحه ديال الكاكاو نصحكم بهذه ابسوليت جولد، وكتشموا فيها واحد النغيزه ديال بحال القهوه، نصحكم بهذه من شركه ديال فراغرونس وورد. العلامه المائيه فيها 100 ميل، كتمشي نساء ورجال، ولكن راه يمال للرجال اكثر. الباكاجين ديالها كيجي على هذا الشكل هذا، من شركه ديال فراغرونس وورد، ثمن 150 درهم. هادو حاليا ملونسين في بلايص اخرين 180 درهم، باش تعرفوا الاثمنه كي غاديين، وكاين اللي كيحسب لهم حتى 200-250 درهم، غير كل واحد وبشحال كيبغي يبيع. عندنا هنايا دي كوستا ابسولوت، حتى هي او دو بارفان، فيها 100 ميل، من شركه ديال فراغرونس وورد. العلامه المائيه والثمن ديالها 150 درهم. الباكاجين ديالها كيجي على هذا الشكل هذا، ومن افخم العطور، هذا كيتحسب من افخم العطور اللي بغا حاليا راه متوفر في المحل. وكيف ما قلت لكم راه ملي كتدخل سلعه كثيره، كنقول لكم داخله سلعه كثيره، ملي كتدخل شي حاجه قليله تنقول لكم راه داخله شي حاجه قليله. كاين هنايا روز فلام، حتى هي فيها 100 ميل، من شركه ديال فراغرونس وورد. العلامه الشركه، العلامه المائيه، والثمن ديالها 150 درهم. اللي بغاه متوفر كيمشي للجنسين، ورايم للنساء اكثر. ندوزو لحاجه وحده اخرى، عندنا هنايا فوليت انتونس من شركه ديال فراغرونس وورد، فيها 80 ميل. العلامه المائيه، الباكاجين ديال العطر كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، والثمن 170 درهم. هذا نورمالمون 250 درهم، شحال خاصو يتحط؟ 170 درهم. اللي بغاه مرحبا، 100000 مرحبا، وحتى هو ما فيش بتاتا الريحه ديال العود، وعطر صيفي، واخا تقراو في ديك لانطونس راه عطر صيفي،
واللي بغى العود الملكي شي حاجه فخمه وشي حاجه هماويه انصحكم بهاد الزوج هادو وردوا عليا ديك الساعه الخبر. كاينه هادي كيف ما كتشوفوا من الشركه ديال فراغرانس وورد، هادو 150 درهم كيمشيو نساء ورجال راكم عارفين ما شاء الله وعواشركم بعدا مبروكه تخلي لكم الصحه والرزق والتيسير والعيد الكبير ما بقى ليه والو. هذا يجيكم نهار العيد يجيكم هماو. ها انتم الباكاجين ديالو كيجي على هذا الشكل هذا. ها انتم الثمن ديالو 150 درهم، هذا راه كنا جبناه وما بقاش وعاودنا جبناه، وحاليا راه نقول لكم العدد شحال فيه بالتدقيق. هذه فيها 12 حبه وهذه فيها 12 حبه بالتدقيق. اللي بغاتو مرحبا و100 الف مرحبا. راه كيمشي للجنسين رجال ونساء و دو بارفان في 80 مل من الشركه ديال فراغرانس وورد كيف ما كتشوفوا. هذا الاسطوره وهذا الخرافه، ها انتم الكحل الخرافه والبني الاسطوره، والثمن ديالهم 150 درهم. الباكاجين ديالو كيجي على هذا الشكل، ها انتم كنتمنى يكون واضح لكم مزيان في الفيديو. كتفتحوا كيجي على هذا الشكل فيه 80 مل 80 مل. اللي بغاه مرحبا و100 الف مرحبا. حنا ماشي داك القضيه ديال الجزاله ومعيشي باللفت حنا العطر تنجيبهم تنتعطروا منهم اختي، تنتعطروا منهم. هادو راه هاد الزوج اللي فيهم هادو خليتهم تيستور، هادو بزوج بهم خليتهم تيستور. اللي بغى يجي يشم منهم في المحل يجي مرحبا و100 الف مرحبا. نتوما راه كيوصلوكم مسدودين. كنتمنى نكون ما نسيت حتى شي حاجه. كاينه هنايا نسيت ما شرفتهاش معكم، كاينه مدام البنات اللي كيحماقوا على عطر اسكادا، كاينه مدام ها هي فيها 100 ميل من شركه ديال فريغرانس وورد العلامه المائيه، والثمن ديالها 150 درهم وداخله فيها كونتيتي قليله. هكا كيكون سال الفيديو، وما تنساوناش باللايكات والاشتراك في القناه، واللي باقي ما جاش المحل يجي المحل مرحبا و100 الف مرحبا. الثمن ديال توصل داخل سلا 20 درهم خارج سلا 40 درهم مع امانه، حتى كتوصلك لاكوموند ديالك وعاد كتخلصيها. واللي بغى يجي المحل، المحل كيتواجد في سلا القريه حي البركه سيكتور 4 زنقة سيدي عبد الله بن حسين رقم المحل 10 محل عطور الريم، وكنديروا الارسال لجميع المدن المغربيه. توقيت العمل كنخدموا من 11 الصباح حتى 10 ديال الليل، من غير من 2 ل 4 ونص كنكونوا سادين، وكنخدموا طيله الاسبوع من غير نهار الجمعه. كنتمنى وضحت نكون وضحت كل شيء، وكنتمنى اختي نكون خفيفه ظريفه على قلبكم. وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.